أكيد مشاهدينا فقرتنا الأخيرة ما بدنا ننسى الجانب الصحي والجمالي اللي كتير من المشاهدين مشكلة بيعاني منها النساء والرجال، وأيضا منشوف أوقات بعض الأطفال يلي هي تساقط الشعر، وهي المشكلة خصوصا بتصير بين تنقل الفصلين الخريف والشتاء. فهل ممكن يكون السبب هو تغذوي أو اللايف ستايل يلي منعيشه أو طريقة الغذاء أو طريقة الحياة، وأوقات يمكن المشاعر السلبية والحالة النفسية بتأثر كمان على صحة شعرنا يا هايدي؟ أكيد يمكن أسباب كتيرة اليوم لتساقط الشعر، إن كانت وراثية أو نتيجة نقص فيتامينات معينة بالجسم. دايما يمكن منتخوف لما منشوف في تساقط بالشعر إن كان عند رجال أو حتى النساء. ممكن يكون في أضرار صحية، اليوم رح نعرف أكثر مشاهدينا عن الأسباب والأعراض وطرق العلاج. وبيسعدنا أن تكون معنا لليوم الدكتورة بتول وهيب، اختصاص تجميل غير جراحي. صباح الخير دكتوره. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني هي المشكله قلت لك انا من شوي جيت من الله. اليوم كثير من الاشخاص عم نشوف ما في غير تساقط الشعر، يعني بنظن هلا موسم الباذنجان حتى خلص، خلينا نقول بدنا نعرف تساقط الشعر ليش هلا خصوصا بهذا الفصل، وامتى ممكن يكون هو طبيعي. يعني ممكن في كم شعره بيقولوا لعدد 100 شعره باليوم ممكن يكون هذا الشيء طبيعي، خلينا نحكي هيك اكثر عن هذا الموضوع. هلا هو مبدئيا ما له علاقه كثير بموسم الباذنجان قد ما هو له علاقه بالخريف. يعني شلون خلال السنه ممكن في يعني الكائنات الحيه بشكل عام، الحيوانات بتبدل فراقها بتبدل شعرها، نفس الشيء هذا اللي بصير معنا نتيجه الظروف البيئيه وتغيرات الجو، الجفاف اللي بصير بالشتويه، غير هيك عمر الشعر بيخلص. فهذا الشيء اللي بتلاحظه اغلب العالم انه هو عم بيصير بفتره الخريف، لانه هو هذا اسمه تساقط موسمي، او اللي هو بصير بفتره الخريف لانه بيخلص عمر الشعر، بالاضافه للعوامل البيئيه المحفزه مثل ما عم بيصير بكل يعني عند كل الكائنات الحيه، عند النباتات عند الحيوانات يعني بشكل عام. فلهيك بيزيد التساقط. طبعا هو بالحد الطبيعي بيكون لحدود 50 ل 100 شعره، بهي الفتره بيزيد شوي، بس ما في داعي ابدا للقلق من هذا الموضوع، لانه هيدا الشيء بخف خلال يعني ممكن يصير مثلا بهدول الاشهر بين شهر 5 و6 وشهر 10 11 لحد يعني اول 12، بس هذا الشيء طبيعي وممكن كثير يعني. تمام دكتوره. بصراحه انا من الاشخاص اليوم يلي بتساقط شعره ولكن بشكل مو كثير كبير الحمد لله، ولكن خلينا نعرف منك اليوم شو سبب اليوم تساقط الشعر. هلا في اسباب كثير كبيره وكثيره غير انه قصه التساقط الموسمي اللي بصير، ممكن يكون اوقات نقص التغذيه، اوقات ممكن الادويه، عم بحكي هي اكثر الاسباب الشائعه. اوقات كثير الحاله النفسيه والتوتر والستريس هو اساسي لتساقط الشعر. بس السبب الاشيع هو صراحه العامل الوراثي، لما بيكون احد الابوين يعني اذا كان عند الاناث الام عندها خفه بالشعر او تساقط بالشعر، او حتى من طرف الاب نفس الشيء، ممكن هذا الشيء يعني يزيد يعني تساقط الشعر. هو اغلب شيء العامل الوراثي. طبعا هي حسب الفتره اللي بتمر فيها عمر الشعره، يعني هنا في ثلاث مراحل بتمر فيهم الشعره، هن الاناجين والكتاجين والتيلوجين. التيلوجين هي مرحله تساقط الشعر، الكتاجين هي المرحله اللي بينفصل فيها الشعره، بس ممكن نحن كثير نتفاداها وبكثير طرق. طيب حكينا انه هلا يعني خلال بهذا الفصل بصير في تساقط للشعر، طب نحن لحتى نتفادى الوقوع بهي المشكله وما ندخل بحاله يعني ممكن تكون نفسيتنا منيحه بس نشوف شعرنا تساقط، تسوء النفسيه على الاخر، خلينا نحكي عن مو تدابير علاجيه، تدابير وقايه. نحن طبعا نوقع بهي المشكله شو ممكن نعمل؟ هلا اهم شيء ممكن ينعمل كوقايه من اول شيء، نحن دائما نشيك على مخازن جسمنا، يعني كان مخازن فيتامين دي، مخازن البيوتين، مخازن الحديد، نشيك على هرموناتنا، هي الشغلات الاساسيه. الشغلات الثانيه انه نحن كمان ننتبه على اكلنا ونركز على اكلنا، في كثير اغذيه ممكن تؤدي لتساقط الشعر بشكل كبير. بالإضافة لأكثر من قصة ثانية ممكن نساويها ضمن الجلسة، مثل جلسات الميزوثيرابي، البلازما، الخلايا الجذعية.
تمام. طيب اليوم شو هي الأعراض أو العلامات أو دلالات اللي ممكن تظهر عند السيدة أو حتى عند الرجل يعرف أنه هو عنده تساقط بالشعر؟ هلا هي مثل ما حكيت قبل شوي، هو لازم يكون في عدد تساقط شعر معين بين 50 لـ100 شعرة. لما يزيد عن هذا الحد، يعني كل إنسان بيعرف إنه أنا مثلاً لما كنت أمسك شعري هيك ما انتبه أنا قديش كم شعرة كان يطلع أو أوقات ما يطلع. لما أشوف أنا على مشطي بإيدي إمتى ما صرحت شعري، بس سهر طبيعي اليوم هلا يعني ممكن يكون مثلاً طبعاً في لازم يكون طبيعي. في تساقط لأنه الشعرة إلى عمر وبتتبدل، فهو قلت لك الطبيعي بين 50 لـ100 شعرة. لما أوكي. يزيد عن هيدا الحد هون بنكون إحنا عارفين إنه في مشكلة، فهون لازم نحن نتخذ اي اجراء لحتى نوقف هذا الموضوع. واهم شيء نروح نشوف تحاليلنا الطبيه ونشيك عليها، يعني مثل ما حكيت كمان المخازن، وعلى اساسها بنقرر شو السبب ومنشخص صح. طب كمان خلينا ننتقل هيك للتغذيه وبعد الفيتامينات والمعادن اللي ممكن نحن ناخذها بحيث كمان هي ما تاثر على صحتنا بشكل سلبي. يعني في بعض المعادن والفيتامينات اذا ما عندك نقص فيهم او عملتي اختبار ما بصير تاخذيهم. اليوم شو فينا ناخذ نحن لحتى نحافظ كمان على صحه شعرنا على المدى البعيد؟ هلا الاساسي ان كان كمعادن او فيتامينز، دائما اغلب الحالات الشائعه اللي عم تجي عم يكون عندها نقص بالمخازن، هن غالبا عم يكون مخزن الفيتامين دي، مخزن البيوتين والحديد. يعني فقر الدم عم يكون السبب الاساسي لتساقط الشعر بغض النظر عن الاسباب الهرمونيه. انا عم بحكي لان في كمان وقت لما بيكون في خربطات هرمونيه ساعتها بنظبط هرموناتنا، بس قصدي اذا انا اموري كلها تمام وعندي بس نقص بالمخازن غالبا عم يكون بهدوم بالاضافه لمخزن لمخزن الزنك. و ومثل ما حكيت هذول هن الأساسيات. يعني خلينا نحكي عن رحلة العلاج، كيف أنا قادرة اليوم أضبط هيدا التساقط بشعري. ونسمع كتير اليوم عن الإبر، خلينا نحكي عن أهمية هي الإبر، ممكن فعلا تفيد وتوقف من هيدا التساقط؟ خبرينك. أكيد أي شيء رح ينعمل بالعيادة هو بيفيد، بس دائما التشخيص الصحيح هو بيؤدي للعلاج الصحيح. يعني هون بتشتغل بقى على حرفية الدكتور بأنه يشخص التساقط صح، لأنه أوقات مثل ما حكينا في أسباب كتير وفي عوامل كتير. لما نشخص صح نحن ساعتها بنختار الجلسة الصح أو العلاج الصح لتساقط الشعر. هلأ لما نحن أول شيء لازم يكون المريض عامل أكثر من تيست، نحن بنشوف التيست وبناخذ القصة السريرية والقصة العائلية للمريض، وعلى أساسها بنقرر شو نوع التساقط. هلا العلاجات مثل ما قلنا إذا كان في نقص بالمخازن نحن بدنا نعوض المخازن، لأنه إذا ما عوضنا المخازن ولا أي جلسة بالعالم ممكن تنفع إذا كان السبب نقص المخازن. إذا عندنا سبب التساقط هرموني ولا أي جلسة ممكن تنفع إذا نحن ما زبطنا هرموناتنا. طبعا هو بيجي علاج أساسي ومساعد، بس الأساس هو جواتنا داخلنا. فلما نحن نشخص صح ونظبط الوضع، أما إذا كان هو تساقط مثلا ناتج عن ستريس، أنا أموري تمام بس إنه عم يتساقط شوي الشعر لأنه عم يبدل، نحن بنقدر ساعتها نعمل واحد من هدول الثلاثة. أول جلسة نحن ممكن نلجأ لمبدئيا إذا كان التساقط خفيف نحن بس بدنا نوقف التساقط، مثل هيدا التساقط الموسمي اللي عم يصير هلا. أكثر جلسة نحن بنلجأ لها هي جلسة البي آر بي أو البي آر إف، هي المشهورة بالبلازما، هي اسمها الصفيحات الغنية بالفايبرين كبي آر إف، والبي آر بي هي الصفيحات الغنية بالبلازما. طبعا هي بناخدها نحن من دم المريض وبنفصلها وبناخد نحن فيها بلازما الدم أو فايبرين الدم وبنحقنا بفروة الرأس. هيدا الشيء بحفز الخلايا يعني بصيلة الشعر انه تثبت اكثر، ننقلها من مرحلة الكاتاجين لمرحلة الانجين، نرجع مرحلة لورا اللي هي المرحلة الاساسية اللي بتكون ثابتة فيها الشعر. وبالاضافة في عندنا خلايا اسمها الفايبروبلاست، هي الخلايا لما تهاجر بيؤدي لتحفيز خلايا جديدة انه تطلع ينمو الشعر يطول اكثر. واهم شيء انه من اول جلسة بيوقف التساقط، بس الجلسات الثانية ممكن تساعد لنمو شعر جديد. الجلسة الثانية هي جلسة الميزوثيرابي، طبعا هي بتكون عبارة عن انزيمات وفيتامينز. الانزيمات بتحفز النمو والفيتامينز كمان ممكن تكون مقوية للشعرة. فهذا الموضوع هون بتحدد اذا كان شوي الموضوع يعني اكثر من انه بحاجة، يعني التساقط اشد من التساقط الموسمي. اخر شيء هي اخر جلسة بنلجأ لها، وهي لهون لما بنشوف انه التساقط صعب وبعد ما بيكون سببه مثلا هرموني او وراثي او نقص مخازن، بيكون كثير علاج مساعد وقوي، هو الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية نحن بناخذها هي اساسها من اجنة او من انسجة البالغين وبنزرعها ضمن وسائط يعني بالمعامل،
والمختبرات تزرع ضمن وسائط وبعدين بتتعرض لاكثر من عمليه وبتتقدم بشكل امبولات. هذا الشيء بيكون بحفز الشعره يعني جنين شعره جديد ينمو بالخليه او بفروه الراس. فهي بتيجي علاج كثير قوي وكثير مساعد في حال كان التساقط شديد كثير. او نحن ممكن نعمل اوقات بيعتاز المريض بالاضافه للتعويضات اللي نحن قلناها انه نعمل ميكس للثلاثه سوا. ممكن نعمل ميكس بي ار بي بي ار اف وميزا ثيرابي والخلايا الجذعيه. طب خلينا نحكي عن الجراحات الغير جراحية. اليوم كثير من الأشخاص ممكن يستخدموا علاجات منزلية، بيحطوا بعض الزيوت على فروة الرأس أو بيحطوا سيرومات، كيف ممكن هذا الشيء صح؟ أي صح في بس مو المنزلي. يعني أنا في شغلة بدي نوه عليها العالم فهمانة، لما فرضا أكثر شيء منتشر وشائع أنه زيت كليل الجبل او الروزماري بيسبب نمو الشعر من جديد، بحفز البصيلات. وصح انه ينحط على فروه الراس ويتم تدريجه. صحيح بس يكونوا اخذينه يعني اخذينه من شركه طبيه مصنعته. العالم بتفكر انه انا اذا جبت كليل الجبل غليته بالبيت انا بقدر احطه كسيره مع شعري. هذا الشيء غلط. المعامل النبات اللي بتجيبه بغض النظر ان كان للبشره او للشعر بيخضع النبات لالف عمليه ولالف مرحله حتى هن يستخلصوا منه هيدا الزيت اللي هن بدهم اياه. يعني هو الزيت الخلاصه المفيده للشعر. فانا لما اغليه انا بكون عم بغلي معه الف قصه. ممكن اوقات يكون فيه مواد سامه، ممكن يكون فيه تانينز، هدول بضروا الشعر ما بفيدوا. فهذا الموضوع بدنا نركز عليه. اي شيء اي علاج منزلي انا ضده دائما. اي كليل الجبال اثبتت دراسات انه بيساعد على نمو الشعر بنسبه 300%. يعني هو قوي جدا بس ما يتاخذ كتحضير منزلي، يتاخذ كخلاصه عشبيه من شركه طبيه مصنعه بطريقه صحيحه، مو كهن عاملينه بالبيت يعني. تمام. كيف ممكن اليوم نحن نعتني بصحة شعرنا أكثر؟ أكيد كل صبية بتتمنى أنه يكون شعرها صحي ما في أي مشاكل. شو في روتيني إذا فينا نقول دكتورة روتين يومي اليوم نحن قادرين نتبعه، إن كان نحن نخفف شوي من موضوع استشوارات أو الليس أو إن كان ناخد سيرومات أو بخاخات معينة؟ خبرينا أكثر. هلا مثل ما قلت أنا على التجارب اللي شفتها على البيشنتس تبعاتي أنه أغلب الأوقات كروتين يومي بالبيت عم يكون سيروم إكليل الجبل كتير ظريف. بس قبل اي شيء ننتبه على الطريقه اللي بنغسل فيها شعرنا. الشامبويات انا بفضل دائما اذا في حال في تساقط نحن نستخدم شامبويات الاطفال. شامبويات الاطفال هي بتكون يعني خاليه من ماده اسمها صوديوم لوريل سولفيت او سي ال اس. هي الماده بتعمل قشط لفروه الراس وهي ماده كيميائيه كثير قويه بتؤدي الى تساقط الشعر. ممكن تشكل ماده بتلف على الشعره فبتقلها وبتؤدي للتساقط. شامبوهات الاطفال هي خاليه من هي الماده. طبعا هي دورها الاساسي هي الماده انه تشكيل رغوه، انه تعمر الرغوه، بس هي كثير ماده ضاره. فانا بفضل لما يكون في تساقط نحن نبعد عن الاس ال اس او الشامبويات الكبار، بالاضافه انه نستخدم بديل زيت صحيح او كمان طريقه انه ما يطول. يعني نحط بقلب الحمام. انا فكره انه ينحط لحاله بعد الحمام انا ما بفضلها لانه ممكن يتقل الشعره كمان يؤدي للتساقط. لا، ينحط لتنعيم الشعره والتخفيف من مساميه الشعره الخشنه بحيث انه تكون الشعره مرتبه. وبالاضافه لهيدا الشيء انه نحن نستخدم سيروم اكليل الجبل بالبيت كتحفيز للشعره. يعني خلينا كمان نحكي عن اسلوب تسريحه الشعر. اليوم كثير من الاشخاص ممكن اذا الشعر مبلول او اثناء الشاور بينزلوا بالمشط تمشيط، ممكن هذا الشيء يؤدي لتساقط اكبر بما انه فروه الراس بتكون هي رطبه فبتكون الشعره اضعف. صحيح مثل ما قلتي، تمشيط الشعر اثناء هو يعني هو رطب كمان بيؤدي للتساقط لانه بتكون اصلا فروه الراس متعرضه لحراره لبخار. هذا الشيء بخليها تطرى، يعني هي جلد بالنهايه بيطرى فبيؤدي لسهوله سحب الشعر خاصه اذا التمشيط عم يكون غلط. هلا التمشيط الصحيح دائما نحن نبدا من الاسفل وبنطلع شوي شوي وبنضل بننزل، ما بصير نبدا هيك ونعلق وغلط، نبدا من الاسفل وبنطلع شوي شوي. اذا مشطنا هيك نحن كثير ممكن نتفادى تساقط الشعر. غير هيك انه لا، انا بفضل نستنى الشعر لا ينشف بعدين نمشطه. في عالم بتقلي حينفش، هو حينفش بس يعني هاي الطريقه الافضل خاصه اذا في حاله في تساقط. يعني والتسريحات اللي بتستخدم للحراره كثر الحراره للشعر بدمر الشعره، بيحرقها وبيغير من طبيعتها، بتتحول من طبيعه لطبيعه. وحتى مع الوقت كثره استخدام الحراره بغير طبيعه الشعر. يعني ممكن يكون الشعر مثلا هو ناعم ومو بحاجه، اذا استخدمنا له كثير حراره بصير بينفش اذا ما حرضناه للحراره، فبغير طبيعه الشعره.
تمام دكتورة، في حال لا سمح الله الواحد اليوم أهمل الأعراض وأهمل أنه قال عادي تساقط، ما بعرف إذا هذا الشيء ممكن يضرني أو لا، ممكن لا سمح الله يصير في ثعلبة أو صلع مع الأيام؟ لا هلا الصلع، الصلع تمام. سبب وحصرا وراثي او هرموني بيتشكل مع العمر. مثلا هلا في نساء بعد سن الأربعين بيصيبهم صلع بمقدمه الراس، هذا الشيء بنسميه نحن الوبيشا تلجن، هذا الشيء بيصيبها نتيجه التغيرات الهرمونيه مثل المينوبوز وهي القصص، بالاضافه انه العامل الوراثي اللي بيصيب مثلا اكثر شيء عند الذكور ببلش يصلع مرحله مرحله ليوصل لانه ممكن يصير في صلع ب 75% من فروة الرأس. أما الثعلبة هي مرض مناعي ذاتي، الجسم بحارب حاله، بصير الجسم بيفهم إنه خلية الشعرة هي شيء غريب بالنسبة إلي فبحاربها لحتى يدمرها، فبتنشأ هي الثعلبة. علاجها مختلف تماما، ممكن البلازما تساعدنا بالعلاج بس الأفضل إنه نحن هون نعطي مضادات التهاب، ممكن نعطي خلايا جذعية ونلتزم بأدوية جهازية ضمن البيت حتى نعالج الثعلبة. يعني بما انه ذكرتي هذا الموضوع، هذا موضوع الثعلبه، كثير من الاشخاص ممكن يشوفوا تساقط خصل من شعرهم ويصير مكان هي الخصله فارغ، هون التشخيص دائما بنروح انه هي الثعلبه ولا ممكن كمان يكون حاله ثانيه؟ هلا 90% من الحالات لما عم يكون في فراغ واضح بفروه الراس بدون وجود اي بصيله شعر، اي بصيله بتجي كانه جلد، يعني ما في ولا اي بصيله شعر ولا اي مسام، هذا بيكون ثعلبه اللي هو تلقون عليه اساسه مرض مناعي ذاتي، يعني فروه الراس عم تحارب من البصيله تبع الفوليسلز تبع الشعره عم تتحارب من عن طريق الجسم. تمام. بالختام كنتي معنا الدكتوره بتول وهيب اختصاصيه تجميل غير جراحي، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها لليوم، نورتينا. شكرا لك دكتوره بتول، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع.